يا مساء الخير عليكم، يوم جديد وحلقة جديدة من انبوكس. والنهاردة بقى حلقتنا زي ما معودين حضراتكم كده مليانة حاجات حلوة كتير. بس قبل ما نبدأ خلينا رحب بقى بأحلى رؤى اللي قاعد معايا ومنور الاستوديو وفي كده ايه يا خبر ابيض في كهارب. ازيك يا بيبو؟ عامل ايه يا حبيبي؟ ده انت اللي منور الدنيا حبيب كلها حبيبي. طمنا عليك. كله حلو كله حلو مية مية. كله حلو حياة حلوة؟ اه كله حلو. حبة حر بس النهاردة كانت سيكا؟ اه مديها حبة حر بس انت عندك انت الحر عندي برضو شتة حران انا عارف المستد فيها مشكلة. يا مساء الفل يا جماعة، اخباركم ايه النهاردة؟ يعني معنا فقرات مختلفة ومتنوعة كالعادة طبعا، يعني ان شاء الله تعجبكم. النهاردة لقاءنا الأسبوعي المعتاد مع المستشار أحمد فوزي والفقرة القانونية، وهنستكمل كمان معاه طبعا موضوعنا عن قانون الأحوال الشخصية وبالأخص قانون الأسرة، وطبعا هنتكلم بالتفاصيل عن بعض الحاجات يمكن اللي احنا بنحاول ايه ناخد جزء جزء منها علشان خاطر يعني نتكلم عن القانون باستفاضة لحد ان شاء الله ما يتم بقى ايه تنفيذه وكمان تغييره الفترة المقبلة. ده حلو جدا، وزي كده ما وعدنا حضراتكم ان كمان هيكون معانا بقى ضيفة يعني جميلة جدا وصوتها حلو جدا جدا وفنانة كبيرة وكمان بتعزف، وهي ماريا ادوارد بنت الفنان الكبير ادوارد، فاستنوها معانا. طيب برضه يكون معانا فقرة حلوة قوي، هي فقرة ايه كده يعني يمكن احنا بنتكلم فيها عن الحياة اللي هي داخلة فيها بعض الاشخاص الفضوليين في حياتنا. يمكن احنا الناس الفضولية في حياتنا في متقسمة أنواع، بس الأنواع اللي هي الأكبر منها أو النسبة الأعلى منها النسبة اللي ممكن تضايقك، اللي هي النسبة اللي ممكن إيه تتدخل في حياتك الشخصية جدا، شوكة، تحس إنها شوكة في الحياة في حياتك العملية جدا، اللي هي التفصيلة بتاعت حياتك اللي أنت عايز تعملها بشكل يعني اللي هو حاجة شخصية محدش يعرف عنها حاجة أو مش لازم الناس تعرف عنها حاجة. يعني بتلاقي كده في بعض الاشخاص سبحان الله نازلين كده لازم اعرف انت بتعمل ايه، انت اتجوزت مين، انت عملتي ايه، طب انت اتخطبتي لمين، طب انت بتقبض كام، انت اشتغلت فين، انت تعرف مين، كلها عارف بعض الاسئله كده يمكن اللي الواحد في البعض بيشوفها ممكن طبيعيه لكن في البعض اللي هو ايه بيبقى مصمم ان هو يوصل لمعلومه معينه وهدف معين علشان خاطر ايه يرضي رغباته الداخليه ومش فاهم ايه تاني برضه يرضي فضوله. هو الفضول ده حاجه فعلا يعني حاجه فعلا ممكن تكون كويسه وبرضه ليها عيوب كتير جدا، لكن الفضول اللي احنا بنتكلم عليه النهارده او الاشخاص الفضوليين اللي هم عندهم فضول صحي، ان انا يبقى عندي فضول ازاي ده بيتعمل فاعرف اعمل زيه، ازاي احسن من نفسي، يبقى عندهم اسئله كده كتير وفضول زي ما بنقول كده فضول على حاجات معلومات او علمي، ان هو عايز يشبع النولج الفضول اللي تلف وتروح للفضول الفضول هيشبع الفضول عشان يغذي الفضول اللي بيخلص على الفضول بتاعهم. لكن طبعا زي ما فاروق بيقول كده في اشخاص تانية الفضول ده غذا ليهم، يعني طول الوقت هو بيتغذى على الفضول، هو فاروق بيقبض كام، هو فاروق شغال فين دلوقتي، هو فاروق بيعمل ايه دلوقتي، هو بيعمله ازاي كده، وهكذا وهكذا وهكذا، وما بيسكتش او ما بيخلصش فضوله ده اي معلومه ممكن يستقطبها من اللي قدامه، يعني ما بيشبعش. انا عايز افهم حاجه، يعني ده هيبقى بالنسبه له مفيد في ايه؟ لاي حد في الحياه لاي حد، اللي عايز يقول يقول، اللي مش عايز يقول ما يقولش. طبعا يعني في البعض ممكن اللي هو ايه غصب عنه نجم النجوم كده في السينما زي السقا، زي احمد عز في الغنى، زي الهضبه، زي تامر، زي بيبو كده ربنا يبارك لك. في البعض كده ايه الواحد بيبقى عايز يعرف عنهم تفاصيل طبعا، لان في الاخر يعني هي دي ضريبه الشهره، بس برضو مش لازم تكون كلها معلنه. بس هو هنا ايه بيجي بالحب، بيجي ان الاشخاص اللي هم ممكن من الجماهير اللي هي اللي بتحب النجوم او الفنانين اللي هي طبعا معتاده بالنسبه لهم، عايزين يعرفوا كل حاجه عنهم ماشي، بس لو حد بقى مش عايز يقول حاجه مش لازم احنا بقى نقعد فاهم ندور ونروح ونيجي وكده ونوصل للمعلومه. بتكلم على حياتنا الطبيعيه اللي هي الناس الطبيعيه العاديه اللي هي اصحابنا وحياتنا وحضرتك وحضرتك وجارتك وجارك والكلام ده. دايما هنا في بعض الاشخاص دايما التركيز بتاعهم بيكون عليك بشكل مبالغ فيه جدا. بتعملوا ايه بقى؟ يعني ازاي بتتصرفوا؟ هل بتواجهوا ده لو حد مثلا انت حسيت ان هو اتجرأ شوية او حد انت حتى العلاقة بيه كويسة،
بس هو ايه بالحب كده هو عنده فضول يعرف حاجات خاصة جدا جدا عنك. بتعملوا ايه معاهم؟ بتتصرفوا ازاي؟ ردود ردود يعني لما حد يجي يسألك سؤال فضولي جدا ويعني يبقى باعث كده للإحراج تلاقي نفسك بقيت في نص هدومك من السؤال بتاعه فازاي بترد عليه. أكيد هنستنى مكالمتكم عشان تقولنا على أي موقف حصل لكم كان فيه فضول. لكن برضو الدراسة اللي معانا النهاردة بتقول إن الفضول أو معدلات الفضول زادت ساعة الكورونا. الكورونا طبعا ساعة لما جت والناس كانت ما بتخرجش كتير ما كانش عندها أي أنشطة أو أكتيفيتيز أو أي مثلا مجال يعرف عنه أي حاجة غير التليفون فكان هو ده الوسيلة الوحيدة لخروجهم على أي مجتمع بره بيتهم. فكان طول الوقت عندهم بقى فضول أكتر إن هم يعرفوا إيه اللي بيحصل الفنانين بيعملوا إيه دلوقتي طب الحكومة هتعمل إيه دلوقتي طب العالم هيعمل إيه دلوقتي طب هيبقى عندك فضول. فالفضول بقى معدلاته زادت أكتر في وقت الكورونا. هو الفضى وحش يعني دايما ايه يعني الفاضي دايما ايه ليها بيت المثل يعني طبعا. بس هي دايما الواحد لما ما بيشغلش نفسه ببعض الاشياء الهامة في حياته غصبا عنه هيبقى هو بيركز مع المحيط اللي حواليه بيركز مع الاخرين لان هو مش مركز مع نفسه هو مركز مع اللي حواليه بس. لكن لو هو شغل بقى نفسه وعارف ازاي يشوف هدفه اللي هو عايز يوصل له والكلام ده طبعا هنا الواحد بيلاقي ان هو ما عندوش يعني ما عندوش وقت ان هو يفكر في حاجات تانية. بالظبط. طبعا في بعض النفوس يمكن احنا مش عايزين برضو نعمم الموضوع في بعض النفوس الكويسه جدا الطيبه وفي بعض النفوس الاخرى يمكن اللي هي الشر شويه دول بنحاول نتجنبهم. لكن برضو احنا ازاي بقى ناخد من القصه دي الحاجه اللي ممكن تفيدنا. يعني احنا لو بندور على الفضول الفضول اللي هو المفيد او الايجابي او اللي هو الصحي ده اللي هو خاص بالناحيه العلميه او الخاص شويه بالناحيه ان انت ازاي تنمي من مهاراتك او من ناحيه الذكاء كمان كلها داخله في ايه بقى في اي منطقه. لان احنا بنشوف بعض المهارات التعليميه يمكن اللي بتتنفذ مع الاطفال او مع التلاميذ الصغيرين وحتى برضو مع الكبار يعني اللي هي ممكن يعمل لك شيء معين غامض ما يقولكش المعلومه كامله عشان انت تبحث عنها وتشوف الموضوع والحاجات دي. بالظبط. ويعمل لك منها روابط ذهنيه وفي نفس الوقت انت تشوف ايه اللي ورا المعلومه دي انت اللي تجيبها بنفسك. هنا ده شيء صحي جدا وعلمي جدا وحاجه يعني حلوه كده يعني مبسوطين منها. لكن لما ناخد بقى المنطقه دي بشكل سلبي اللي هو الناس اللي حوالينا وده بيعمل ايه ده بيساوي ايه هي كلمت مين هي ما كلمتش مين والكلام ده فطبعا هنا ده الموضوع بيخش في منطقه اكيد يعني مش صحيه تماما. وما اظنش ان ده هينفعنا في حاجه. يعني مثلا المعلومات الثانيه اللي انت بتقول عليها دي ان نخش في معلومات شخصيه عن البشر والبني ادمين ده مش هيفيدني انا شخصيا مش هيفيدني في حاجه خالص كبني ادم ان انا اقعد استكشف عن حاجات الناس. لكن برضو زي ما كان بيقول فاروق كده ان الفضول العلمي او الفضول الاليات اللي بيعملوها الاطفال عشان يخلوا عندهم فضول يستكشفوا ده كمان بيتعمل برضو احنا نشوفه مثلا على كل السوشيال ميديا. لما بتلاقي فيديو يقولك استنى للاخر وتعرف ايه اللي مش ايه اللي هيحصل في الفيديو طب بص بقى مش هتتحرك خالص الفيديو ده غير لما تعرف هيحصل ايه. فبيبقى عندك فضول طول الوقت ايه اللي هيحصل في اخر الفيديو وما بترضاش تقلب تاني يمكن. ومع ان برضو ممكن يكون الفيديو ده اساسا مش من اهتماماتك لكن انت عندك فضول خلاص هو ادالك هو عمل لك سسبنس في الموضوع هو عمل لك كده ايه جو من الاصاله في الحته دي ان انت عايز تشوف المعلومه رايحه فين او بالزبط. انت هتكون الصوره شكلها عامل ازاي بالنسبه لك. طبعا ده انا شايف دي حاجه حلوه قوي لو هناخدها بالمنطق ده يعني. طيب معانا رامي على التليفون. يا رامي الو. يا مساء الفل ازيك يا رامي؟ جمال عامل ايه يا روميو؟ كله حلو الحمد لله. قول لي يا رامي قول لي كده ايه وبهدوء شايف الموضوع ده ازاي بالنسبه لك موضوع الفضول؟ هل عندك حد في حياتك فضولي لدرجه ان هي ممكن يعني تحرجك جدا؟ وهل انت شخص كتير. فضولي ولا مش فضولي برضو؟ لا انا مش فضولي لدرجه تمام يعني في حاجات ببقى اللي هو تمام يعني ده خبر النهارده والفلوس بكره يبقى فلان ايوه اقرا عروس استوي ايوه كده ما هيجي لنا فعلا هيجي لنا مش محتاجين بالظبط هيجي مش مشكله. لكن في ناس فعلا في حياتي لا ما بتستناش. طب انت بتتعامل معاهم بتتعامل مع حد فضولي ده ازاي؟ بحاول ان انا اهرب منه يعني ما رايحوش يعني انا عارف ايه اللي هو عايزه بس انا مش رايحك
يعني انت بتلقط ده لو. بتبقى حاسس ان هو عايز يوصل لمعلومه معينه او لشيء معين. انا عارف هو وانت هرشه يعني عارف. فانت طالما اصلا انت مش جاي لي دغري مش هريحك يعني. ليا واحد صاحبي كده لدرجه انه ممكن يكلمني فيديو كول عشان يعرف انا فين. يا طب هو لا ما موضوع صعب يعني. فلا خلاص مش هرد. طيب هو لو جالك دغري دلوقتي ومبقاش يلف ويدور هل برضه هتقول له يعني النهارده مثلا واحد عايز يعرف انت بتقبض كام؟ السؤال الرخم اللي ممكن اي حد مستحيل. او الاسئله اللي شبه دي واخد بالك؟ لا 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 طالما بغض النظر هي محرجه ولا مش محرجه بس نفسك حق ان تعرف حاجه انا مش عايز اقولها لك وفي نفس الوقت انت ما بتديش يعني هو عايز يعرف ما بيديكش هو معلومه. بتهرب منها ازاي بقى؟ يعني الاشخاص دول دايما بيبقوا عايزين يعرفوا بس لكن ما يقولكش اي معلومه عنه. يعني لو اتزنقت بقى خالص يعني مثلا لو سؤال زي سؤال الاب دلوقتي ممكن اقول له البيزك مثلا والاقيه هو عمال بقى يقول لي والله ده الدنيا والعيشه وانا اقول له وسامع فاهمني وممكن ما ابقاش كده بس اللي هو تمام انا ماشي معاك على نفس اللي انت ماشي فيه. طيب رامي في الاخر ما ريحتكش وما قلتلكش اللي بيحصل صح يعني. بالظبط. بس عايز اقول لك على حاجه. انت عارف ان الناس الفضوليين دول بيكون كده يعني بيكون بؤري جذب اخبار وعنده كل الاخبار. فهل انت عندك حد في اصحابك في عيلتك حد اللي هو في الشغل مثلا ممكن تروح رايح له كده عشان مهتم بحاجه معينه عايز تعرفه عن حد معين؟ ما انت برضه ساعات كده يبقى عندك سنه فضول كده يعني لما بنلاقي في حاجه مش مظبوطه في الشركه في حاجه مش مفهومه فنروح لشخص كده معين احنا بنسميه مخبر. ده معروف هو ده اللي معاه المعلومات كلها يعني. بالظبط. انت لو عايز صوره بطاقه حد من الموظفين هتلاقيها معايا مثلا وكاله الانباء. وكاله انباء الشغل انت تعرفش النهارده في كذا وفي فيزيت وفي ميت جاي وفي معرفش وفاهم ويقول لك البوفيه امتى وكل حاجه. ده هو الاونر نفسه يعني. ده الاونر ما يعرفش حاجات كده بالطريقه دي يعني. بس ساعات بيبقوا كدابين بس عشان هم بيبقوا مبسوطين ان هم عندهم التالنت بتاعه المعرفه بتاعه كل حاجه. انا فعلا كان معايا حد شغل كان كده هو مش شاطر في شغله قد ما هو شاطر في الحته دي في جمع المعلومات فيديوهات وصور وكل حاجه. يا ستار يا رب. عصافير كتير بقى ناقصين ربنا يستر حياتنا. لا بس النوعيه دي نوعيه بتكون يعني نوعيه مؤذيه ولا هي نوعيه بس بتحب تبقى بتجمع معلومات وخلاص كده؟ على حسب انت بالنسبه له ايه يعني. انا عشان انا كنت الشخص ده انا كسبانه في طف هو بالنسبه لي مش مهم والله مش بهزر ده بجد. لكن لو انت شخص هو بيكرهك فهيأذيك. ربنا يبعد عنك. ربنا يستر عليك والله العظيم. يعني مش ناقصين طبعا اي اذيه او حاجه بالشكل ده وبالنوعيه دي. لا 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 انا عشان كده بقول لك الاشخاص دول احنا استوينا منهم يعني بنحاول ان احنا نسيسهم لكن ما يعني سيسوا بس ما تريحوش فاهمني عشان مصلحتك تمشي بس وعشان انت ما تسيبش الشغل فاهم. هقول لك انا بقبض كام بس خلص لي اللي انا عايزه الاول. بس هقول لك اي رقم يا سيدي يعني خلاص ما فرقتش على دي. ما انت لو قلت رقم قليل هيقول لك بقى ده انت شغال شغلنا انت برضه اي كلام يعني. لا لازم تلعبها بالصياعه برضه يعني مش ما هو انت عارف ان هو مش اي مش هيقتنع باي حاجه انت هتقولها. فانت بتقول له اللي هو عايز يعرفه واللي لو انت شايف ان انا بقبض اكتر منك وباين عليا علامات الثراء فتمام انا هقول لك اللي يريحك واللي يرضيك. طب قول لي يا رامي احنا يعني شايف السوشيال ميديا خلت عندنا فراغ يعني الى حد ما شويه خلتنا نتابع بعض الناس كده كل واحد بقى والبروفايل بتاعه بيعمل ايه ما بيعملش ايه. طبعا. هل ده شايف ان ده فضول ولا ده عادي يعني ده طبيعي جدا يعني الناس كلها اصلا موجوده في المكان ده ان هي تتابع بعضها سواء على فيسبوك او انستغرام؟ الاول يعني. كان عادي يعني الاول كانت الموضوع بتبقى عاديه بس هي نمت جوانا رغبه الفضول اكتر. يعني مثلا ساي الاجازه اللي فاتت كانت اجازه كبيره فانت مثلا لو ما سافرتش فانت عندك فضول تشوف صحابك اللي في الشغل راحوا فين وده راح فين وصحابك فاهمني. والله ده بجد. ماذا يفعل العالم ماذا يفعل العالم من حولي. بالظبط اللي هو بص شوف الناس كلها راحت فين وايه ده ايه ده ايه ده بص ده مين سافر كمان بره مصر يا ريت سافر جوه مصر وهو خلاص ده بص دي معرفش راح فين. طب لكن انت وصلنا لده انا عايز برضو افهم اخره القصه دي ايه يعني. احنا وصلنا للهدف وصلنا ان هو بيبو نزل كليب وبقى زي الفل خلاص تمام فاروق تعبان من الفضول من الاشخاص الفضوليين دي يعني اقصد اللي عايز يقول حاجه يقولها اللي مش عايز ما يقولهاش كل واحد وبراحته. لو انت وصلت المعلومه معينه وبعدين هو انت دلوقتي السوشيال ميديا برضو تديهم حق ان هم ما بيحترموش خصوصيات الغير. للاسف. وانت برضو للاسف بيبقى عليك عامل كبير ان انت اللي انت بتنزله ده فانت ده الشيء المتباح في حياتك انت لو عايز توريه للناس تمام مش عايز توريه فانت ما تنزلش اصلا. يعني انا واحد من الناس لما ببقى مسافر ممكن ما انزلش اي حاجه تدل على السفر غير لما ارجع.
ولا حتى لما ترجع ولا في الحياة خالص. والله فعلا بيحصل قدامي كذا مره, بيحصل انك يعني بتنتكس وانت في قلب السفريه بسبب اي فرصه او اي حاجه تنزلتها, وفي ناس بتبقى بصلك في الموضوع من غير ما هي ما تحس. ايوه وانت ايه بقى, وانت اصلا في حياتك متروق يعني, فاهم انت اصلا انت جاي اساسا لا يعني انت ممكن عندك مثلا حاجات كتيره جدا في حياتك وصعبه جدا ومش سهله ومحدش بيشوفها, وفي البعض بياخدها بشكل سطحي شويه ان بالظبط ما هو انت بقى خلاص يا رامي انت عايش حياتك بقى, هو انت فاضل الشغل مثلا. انا بقول لك هو للاسف هم وهم فعلا برضو معذورين, هو مش شايف غير اللي انت مصدره له دلوقتي. طب انت دلوقتي يا رامي عايز اسالك سؤال, انت لو عندك معلومه وعايز تعرفها او عندك فضول على حاجه عايز تعرفها بتعرفها ازاي؟ وما تقوليش بقى لا خبر بفلوس بكره يبقى ببلاش, انت دلوقتي زنقك المعلومه اللي او زنقك الفضول. لا زي ما انت ما قلت من شويه, بشوف مين اكتر واحد هيقدر يوصلني المعلومه دي وبرجع. طب افرض احرجك يعني, افرض افرض النهارده الراجل ده اللي انت رايح له او الفضولك اللي جواك ده خلاك تروح للبني ادم وتساله والراجل ده احرجك, بتتصرف ازاي؟ هشوف بني ادم غيره يعني. هو على ما اعتقد اللي هو الشخصيه اللي زي اللي انت قلت عليها دي ده على ما اعتقد مش هيحرجك. انا بتهيألي هو ضرامي, بس هو انا اقول لك معلومه انت تقول لي معلومه. لا في مساومه في الموضوع, عارف تبادل المنفعه. بس هي فعلا بتبقى ماشيه كده تبادل منفعه فعلا, لان هو برضه هيجي له يوم ولازم يجي على سكتك. وانا اللي كنت فاكرك طيب ومش فضولي. والله بص كلنا بيجي علينا وقت يعني الظروف بتضطرنا نعمل حاجات حتى لو هي ضدنا بدينا او شخصيتنا, بس لازم هتلاقي نفسك في يوم من الايام اللي كنت بتتريق عليه ده انت بقيت مكان. فتمام, بس الفكره كلها هل انت كده في العادي ولا لا, ولا لا هو كمان يعني بنشوف لا القصه دي برضو رايحه رامي في سكه تانية اللي هي ممكن ايه بعض الاشخاص اللي هم كانوا ممكن في يوم من الايام مرتبطين ببعض وكل واحد ساب التاني, فكل واحد راح لحياته بقى خلاص. وانت عارف كده كده انا بلاحظ ايه ممكن حد تاني, بس لازم اشوفك بقيت ايه. يعني بحس دايما ان اغلبيه او بالاخص البنات بيتكلموا في القصه دي يعني ان هو ممكن يعني بيشوفوا او يتابعوا, وبرضو الرجاله بيعملوا كده يعني, بس الموضوع خلاص مهم منتهي. بس هو لازم الفكره ان الاطار اللي انا ايه دايما معاك اللي هو انا شايف انت بتعمل ايه ده, الفضول ده غريزه. يبقى الموضوع زي غير ان هو غريزه برضه يعني, هو غريزه علشان انا عايز اعرف انت وصلت لايه, عامل ايه من بعدي مثلا, فاهمني؟ هل انا دلوقتي بقاش في بقى حاجه جوايا بقى, لو انا بقى كنت عايز اعرف بقى انت من بعد مني هتتمرمط في الدنيا, لا لقيت حد تاني وخلاص تجاوزت وعملت, او بالعكس. طب ما ممكن البني ادم اللي سبته ده او سابني يبقى ناجح جدا, وبدل ما اشفي غليلي هتاثر جدا وهكتئب, لان انا طبعا بغل من جوايا اللي هو يعني هيبقى الموضوع بعكس خالص. عمل ايه؟ ما هو الفكره بقى انا عايز افهم بقى ده, هل بقى هشفي غليلي فعلا ولا لا, هلاقي ان هو ولا فارق له ولا الكلام ده كله. فده برضو بيبقى فضول جواك انت عايز تعرف هو وصل لايه او بقى فين دلوقتي. لو واحده مثلا كنت مرتبط بيها وسابتني وراحت اتجوزت واحد جاهز ومعرفش ايه وكده, هل مبسوطه بقى فعلا ولا بتلعن اليوم اللي اتجوزته فيه وانا كنت صح وانت ما خسرتي من بعدي كتير, فاهمني؟ كل ده فضول. وبتبقى انت حاسك يا رامي, حاسك كده يعني عندك كده ايه حس ال حليمي كده, عارف انت حليمي عندك حليمي يعني, ممكن يقول لنا حته كده عارف انت جزء من الاغنيه كده, حاسك مجروح. طيب بارك معاك يا رامي, طبعا شكرا جدا ليك يا رامي. نورتنا جدا يا رامي وشكرا جدا يعني. اكيد برضو هي ليها يعني افرع مختلفه, ليها برضو كذا يعني فرع كده, ممكن ايه الواحد يعني ياخدها في جزئيه ان انت ممكن تاخدها بشكل ايجابي, ده اللي اتكلمنا عليه, وده النهارده يعني هدفنا من الفقره دي ان احنا ازاي ممكن تكون شخص فضولي, انك تفيد نفسك بمعلومات مهمه, انك تفيد نفسك بحاجه تفيد وتغذي الكائن ده اللي هو المفتاح بتاع كده, ونغذي ودي له معلومات حلوه ونظبط حياتنا. تمام يعني ده اللي انا شايفه الهدف من القصه دي, انك تبحث وراء الحاجه الهدف اللي هي الايجابيه او الحاجه الهادفه بالنسبه لك, مش الحاجه اللي هي ممكن انت شايف ان انا بسلي نفسي بضيع وقت. فبضيع وقت ان انا بحاول قدر الامكان يعني احرج الناس اللي حواليا, وممكن هو مش عايز يقولك ان هو محرج بس انت بتحرجه غصب عنك, او انت برضو عارف ان انت بتحرجه ومش عايز تغير من طريقتك. رقم اتنين, انك تحاول بقدر الامكان انك يعني ما تاخدش شوية حاجات انت شايف ان هي بالنسبة لك غير مفيدة, وشايف ان هي يعني من الاخر تحصيل حاصل, وتخلي بعض الناس يعني ياخدوا عنك صورة مش كويسة.
دايما حاول تحسن من صورتك. لو حد مره مثلا عدها لك او قال لك لا خلاص, او واحده صاحبتك عدتها لك وقالت لك خلاص تمام وهي مش راضيه, يعني ما نتجاوزش بقى الموضوع مره واثنين وعشرة ويكون الموضوع يعني داخل في حته ان احنا مش حاسين ببعض. دي مش حلوه, احراج احراج بس نفضل نحرك في بعض, حاجه صعبه حاجه صعبه. طيب لسه هنكمل معاكم بقيه فقراتنا. طب احنا هنكمل بقيه كلام عن الموضوع ده ولا ايه الاخبار؟ لا هنطلع عليه فاصل. طيب بعد الفاصل بقى نستمر معاكم يعني الفنانه والمطربه الشابه الجميله ماريا ادوارد, مطربه من بقى يعني العيار التقيل كده ان شاء الله اللي هنشوفها يعني نجمه في المستقبل. بعد الفاصل خليكم معانا. يعني اللي قال سبع صنايع والبخت ضايع ده هيغير رأيه أكيد حتميا جذريا قطعيا بعد ما يشوف ضيفتنا النهاردة اللي منورانا, لأن ضيفتنا يعني مش بس موهوبة في الغنى, موهوبة كمان في العزف, وكمان يعني لما مثلت بسم الله الرحمن الرحيم طلعت مع الزعيم يعني واخد بالك ازاي, ويعني وبتكتب اغاني وبتلحن وبتعزف وبتغني وجميله ودمها خفيف, ويعني بعد ده كله خلاص يعني من عيله فنيه برضو كبيره جدا, وباباها الفنان الكبير والجميل ادوارد, ومنورانا دلوقتي ماريا ادوارد. ميرسي, شكرا بجد على المقدمه يعني. حسيت ان انا حاجه كبيره قوي. لا انت فعلا شاطره, ده احنا مبهورين. بصي فاروق انشجح ازاي وانا برضه نفس الكلام. بصي بنطلع هوا انبسطنا. ايوه يعني بنجرب كده وقعدنا ايه نتبسط مع بعض كده, يعني عايزين نكمل بقى نفس الطريقه دي, عايزين الساده المشاهدين تنبهر كده. انا كويسه الحمد لله, انا كويسه بجد ومبسوطه قوي ان انا معاكم النهارده بجد. احنا سعيدين جدا جدا. قول لنا بقى يعني انت اصلا طالعه من بيت عيله فنيه, وادوارد طبعا حبيبنا يعني النجم الجميل جدا اللي بحبه كلنا, الموضوع بدا معاكي من امتى وازاي برضو يعني حددتي انت عايزه ايه, الغنى ولا التمثيل ولا كان ايه بالظبط في البدايه خالص؟ انا بصراحه بدات معايا خالص بالغنى لما كنت صغيره, يعني انا مش فاكره حتى هي بدات ازاي, بس انا اول حاجه فاكراها وانا عندي 4 سنين وانا بغني سلمى يا سلامه بتاعت داليدا. رحنا وجينا بالسيدي. دي اول حاجه فاكراها. وبعد كده بدات في التمثيل وانا تقريبا في اولى ابتدائي, كنت بمثل في مسرح المدرسه, وبعدين دخلت بقى في عروسه ياهو مع بابي برضو في مسلسل كده وبس, وجد بقى كله جه مع بعض. طيب ماريا بصي انا احنا طبعا قبل ما نطلع هو كنت بتعملي تيست للصوت, ويعني كنا بنقول كده ايه مسلطنين ودخلتينا مود حلو قوي. هنسالك عن كل حاجه, على التمثيل وعلى العزف وعلى الغنى, بس احنا عايزين برضو الساده المشاهدين يسمعوا كده منك حاجه في الاول وبعد كده نكمل كلامنا. عايزين نحس احنا سافرنا, رحنا الساحل. رحنا شرم الشيخ, عارف انت. يلا بينا في كده, عارف انت في حد راح ظابط لك الودن دي, والودن دي راح الراديو بتاع هايل. شكرا. بس انت برضو واخده نفس الطريق بتاع بابا بتاعي على ما اعتقد. كان فعلا. بيغني زمان برضو غربي وبيحب كان بيحب, حتى هو بحس ان هو بيحب الغربي اكتر. وهو لما كان برضو مازال يعني في الباند بيغنوا اكتر غربي عن العربي, وهو حببني, هو اللي حببني اكتر في الغربي من الاول يعني. طيب ماريا كده قول لنا, طيب خلينا نروح شويه لموضوع التمثيل. أوكي. وفكره ان انت تكوني بتمثلي والزعيم قدامك او لوكيشن فيه الزعيم, ويعني هل كنت ساعتها مدركه ان ده الزعيم وده الفنان الكبير والعظيم عادل امام, ولا كان بالنسبه لك لا ده انا شاطره واموره وبعرف امثل؟ يعني احكي لنا كده على التفاصيل بتاعه تمثيلك مع الزعيم. لا انا كنت واخده بالي طبعا ان انا قدامي الزعيم عادل امام, وكنت حاسه ان انا بجد محظوظه وان انا عندي فرصه كبيره قوي. انا مش بس يعني كنت مع حد عظيم, انا كمان برضو اتعلمت منه. انا شفت حد يعني من حظي يعني ان انا من بدايتي خالص شفت حد جاي في ميعاده, حد بيحافظ مذاكر كويس قوي المسلسل قبل ما يخش المشهد. يعني انا شفت قدامي الزعيم في كل حاجه. أيوة. زعيم التمثيل والزعيم اللي احنا نعرفه عادل امام يعني. هو النجم دايما كده, النجم الكبير دايما يبقى صح. هو يعني مسؤول في كل حاجة المفروض هو بيعملها. صح. اكيد طبعا يعني دي كمان بعض الصور اللي معانا هي على الهوا ليكي, وطبعا لكل بقى النجوم الجامدين جدا في المسلسل. حسيتي بايه وقتها؟ يعني حسيتي انك مايلة للتمثيل اكتر, بتحبي التمثيل والجو الدرامي طبعاً. بقى والحاجات الحلوة دي, ولا الغنى اكتر؟ شفتي بقى؟
سؤال صعب. دا دم دم دا 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 دا. بص انا مش بحب يعني اقارن الاثنين ببعض. هو بصراحه احنا لو عملنا مقارنه يعني دلوقتي اكيد اختار الغنى لان انا دخلت فيه اكتر بكتير من التمثيل لحد دلوقتي. بس انا بصه لقدام ان انا برضو هيكون ليا وجود برضو في التمثيل ان شاء الله يعني شاء الله. انا يعني نفسي فانا مش بحب اعمل المقارنه دي بس ستيل يعني الغنى ليه صراحه مكان يعني كبير قوي عندي يعني. بس عارفه مريه هقول لك على حاجه، انا برضو مؤمن ان الفنان لازم يكون بيعرف يعمل كل حاجه ويكون متعدد المواهب ودايما يستكشف ايه الجديد اللي ممكن يعمله، وده انت ما شاء الله بتعمليه كويس جدا. كلميني طيب عن السوشيال ميديا في حياتك، لان احنا برضو عارفين ان انت دلوقتي بتعملي كده عامله مبادره على السوشيال ميديا عشان بتعملي كفرز وبتغني حاجات الناس بتطلبها منك. كلميني على الموضوع ده، جالك ازاي وبتعملي اغاني شبه ايه، وهل الناس مثلا بتتجاوب معاك ازاي؟ انا هحكي لك. بص انا كان بقالي تقريبا سنه ما كنتش بنزل حاجات وانا بغني فيها على انستغرام على اي حاجه، وقلت ان انا عايزه ابدا تاني اظهر لان الناس كانوا بيبعتوا لي بيقولوا لي انت رحتي فين واحنا مش بنشوف اي حاجه. فانا وصديق ليا يعني قررنا ان انا لازم ان انا ابدا اعمل اغنيه كل يوم. ومش بس كده، انا كنت عايزه اقرب من الناس وهم يقربوا لي برضو نسمع بعض. فقررت ان انا هعمل اغانيهم هم المفضله مش اغاني انا هختارها. فبس فكنت بنزل كل يوم بقول لهم قولوا لي اغنيه اللي انا هغنيها، وكنت بختار كده اي حاجه وكنت بغنيها وبس. ولقيت ان انا بدات اصنع العلاقه دي بيني وبينهم وكده، وبدات احاول على كذا بلاتفورم يعني انستغرام وتيك توك وهكذا. ما يطلب المستمعون الحاجات اللي انا ايه نفسي فيها نغنيها. طب نسمع، انا مش عايز اتكلم كتير. ماشي يلا. اتكلمت كتير ليه؟ انا اسكت خالص. يلا بينا. كانك رحت جايب كريستينا اجيليرا على ديدو على شاكيرا على خفه دم مصريه كده، كومبينيشن كده يعني ابهار. شكرا. مش عايز اخليها والله، انا مش عارف ليه يعني بتبطل غنى ليه مش عارف. ما تعملها ميدلي حلو كده في بعض، وايه يعني نقعد ساعتين مع بعض كده عادي مفيش مشكله. بس عارف عايزه ايه القعده دي؟ عايزه عصير برتقال. ايوه وتلج بطيختك الساعة دي، البطيخة وحبة الرملة كده وحبة المية دي حاجة ينفع. قولي لنا يعني شاركتي في أغاني الأعمال الدرامية كانت إيه هي؟ وكانت بالنسبة لك صعبة ولا مش صعبة؟ وكمان إيه موضوع العربي معاكي؟ يعني ورد وده السؤال اللي أنا بحاول أهرب منه على قد ما أقدر. أنا مفخخ النهاردة مش عارف. الأسئلة كلها اللي أنا لا بس اقول لك على حاجه. انا والله عندي فضول مثلا ازاي مثلا ماريا بصوتها الحلو ده الغربي الجميل ممكن تغني حاجه شرقي، يعني مش شرط دلوقتي ان دلوقتي لا، في العادي ممكن مثلا على السوشيال ميديا او الكلام ده كله تسمعينا حاجه شرقي، لان بجد صوتك حلو ودمك خفيف وبتعزفي حلو جدا. فده برضو الفضول، احنا كنا لازم نتكلم على الفضول اصلا قبل ما تخش لنا، فده الفضول اللي عندنا وفاروق دلوقتي. لا بص بقى، الفضول الاكبر بقى مني دلوقتي نقول الو. الو يا اعظم فنان يا جميل يا ابو دم خفيف يا اللي كلنا بنحبك يا ادوارد. حبيبي يا فاروق، حبيبي يا خفيف، حبيبي بيكو وانتوا معاكم يعني جواره. طبعا. وبص ممكن مش هتروح النهارده بسبب اللي هي عامله فينا. احنا اليوم كله غنى النهارده. ايوه. اليوم كله غنى. يا ادوارد نورتنا جدا يا حبيبي بجد والله، ودايما كده بنستمتع جدا باعمالك الفنيه. وهو بقى يعني معانا النهارده مرايا، يعني الموهبه كلها معانا النهارده، جزء جميل جدا منك يعني. مرايا عندها موهبه عاليه جدا جدا جدا. وانا دايما بدعمها، وعملنا اغنيه كده دويتو سوا بدايه ليها، وان شاء الله بس هي تخلص جامعتها وهتنطلق في عالم الغناء انطلاق جامد يعني. انا ان شاء الله موهبتها ومفيش حد بيسمعها الا ما يعني يقول صوت كله احساس وكله صدق. ايوه دي حقيقه. لا وعارف برضو ادوارد انت برضو اكيد فنان كبير وعارف، وكمان عارف المزيكا اكتر، اني قليل اول ما هتلاقي بنوته دمها خفيف وهي بتغني واحساسها حلو وبتعزف حلو وبتغني حلو، يعني في كده باكج كده حلو جدا. ده حقيقي. مش عشان احنا مش عشان احنا بنكلمك او هي قاعده معانا، لان بجد احنا حسينا ده، وهي اصلا بتعمل ساوند تشيك قبل ما نطلع على الهواء. اوكي
لا ماريا دي تعمل فيكم مقالب على الهوا. هي واخداها من حد غريب يعني؟ هي واخداها من حد غريب يا ادوارد. ايوه شرباني، هي شرباني. نقعد انا وهي نعمل مقالب مع بعض. اه دي حقيقة. قول لنا الاغنية اللي جاية اسمها ايه اللي هتنزلوها الايام الجاية دي ان شاء الله، او هي خلاص اتنفذت متهيألي على ما اعتقد يعني. يا ده مش عايز احرق حاجة دلوقتي. انا عارف اسمها. عايز تقول اسمها قول اسمها. لا مش هقدر اقول اي حاجه عنها. طيب خلاص يعني خلينا ان شاء الله في مفاجاه كده حلوه ان شاء الله، ويبقى انا ومارك فيها ان شاء الله. يعني بنحضر لها وان شاء الله كده يعني على تكسر الدنيا ان شاء الله كده نكون عالنين عنها ان شاء الله. طيب ادوارد قول لنا كده، يعني ماريا واخده ايه منك فنيا وشخصيا؟ يعني ايه اللي واخداه منك؟ يعني احنا برضو شايفين ان الفن ناضح عليها ما شاء الله، والجينات طالعه بتاعت الفن جامد جدا، لكن كشخصيا هي واخده منك ايه؟ بص يعني كصوت ماريا احسن من صوتي. ما فيش مقارنه بصراحه، هي عندها موهبه غير طبيعيه فيها، لكن واخده مني او قريبه مني في طريقتي وحركاتي، ومتهيألي كمان عندها موهبة التمثيل. كانت معايا في صاحب السعادة، كانت بنتي معانا تمام، ف يعني ما جربناش يعني لما كبرت، لكن أنا حاسس إنها عندها حضور قوي يعني. ده حقيقي. عندها حضور في أي حتة بتروحه. ده حقيقي. وفي الغنى ده بيبقى واضح جدا. ده حقيقي. ده حقيقي اللي احنا شايفينه. ماريا عايز تقولي إيه لبابا بقى؟ انا عايز اقول له مفاجاه دي فجاه سمعت صوت بابي في الاستوديو. لا عايز اقول له ان هو بجد يعني حاجه كبيره قوي في حياتي، وانا طبعا اتعلمت منه حاجات كتير. انا يعني من غيره ما كنتش هبقى بغني ولا اي حاجه يعني، بجد يعني بشكره يعني. انت البونبونيه بتاعتي يا مرحبا. ميرسي يا بابي. مغية شايفه انك شبه ادوارد في ايه؟ لا يعني بكل تواضع يعني. أيوة. انا حاسه ان انا عندي نفس خف الدم وشويه. انا برضو انا عندي نفس الاحساس. احنا حياتكم مع بعض بقى ايه دول، تعملوا حاجه انتوا الاثنين مع بعض بقى ايه كوميديه كده؟ ناويين ان شاء الله كده. هي بس ايه عندها زنقه في الدراسه بتاعتها اللي كان سنه دول، تخلصهم ان شاء الله. ان شاء الله كده نعمل ده. هتشوفوا بلاوي صوت اكيد. ماشي اكيد. مستنيين. ميرسي ليك. ميرسي ليك يا ادوارد، ونورتنا جدا. شكرا جدا طبعا يا ادوارد. بص برضو ادوارد الاب، ادوارد الاب بقى، بص كل حاجه المذاكره الاول، تخلص دراستها الاول، فاهم؟ في البيت عايشين ازاي يعني؟ الفضول بقى ياخدنا دلوقتي. اصل عايز اقول لك قبل الفقره دي، يعني كان الفقره اللي فاتت انا وخطيب بنتكلم عن الناس الفضوليه في حياتنا. اوكي. اللي هم عايزين يعرفوا كل حاجه. احنا دلوقتي فهمنا الشخصيه. المود بقى. ايوه بالظبط. يعني نظامك ماشي ازاي في البيت مع بابا مع ماما؟ يعني بتعملوا ايه؟ الشق بقى الفني شويه برضو ازاي ادوارد بيساعدك فيه بشكل كبير؟ في البيت نقدر نقول انا وبابي دايما بصراحه برضو زي ما هو قال، نقعد نعمل مقالب في بعض وكده، خد بعض بقى نغني لبعض. الحاجات دي بتحصل طول الوقت. وماما برضو بتطلع بقى الموضوع على ماما. وبرضو عندي اخويا برضو مارك، هو بيغني برضو وبيمثل. فبنقعد بقى انا وبابي ومارك نغني بقى. بس حاسه ايه مامي مغلوبه على امرها يعني. يعني عارفه اللي هو حطت اعملوا تعملوه، اعملوا تعملوه بقى خلاص. تحس ان في نوش حواليها كده. هعمل ايه ولا ايه؟ عاملين لها دوشه. ايوه بس هي يعني ماما يعني طبعا اكبر حاجه في حياتي يعني. بس ربنا يخليك. يا رب. طيب ماريا انا طبعا هنتكلم عن تاليف المزيكا، بس عايزين نسمع حاجه عشان بقالنا كتير قوي بنتكلم بصراحه. وده ما ينفعش. سمعكم حاجه هاديه بقى، عاملين نغني حاجات ابيت زي ما انت عايزه. ده الكورد الاخير ده. اللي هو ظبط لنا الحياه بقى خلاص. اللي هو انا خلصت ومش هغني، عارف. طيب ماريا كلمينا، يعني ما شاء الله مش هنتكلم بقى على الصوت والحركات، احنا منبهرين. قولي لي على موضوع التأليف، جالك ازاي وعرفت امتى ان انت بتألفي مزيكا؟ وهل بتألفي بس يعني كلام ولا بتألفي الاغنيه كلها؟ لا كلها بألفها. بلحنها طبعا، الموسيقى والكلام. انا بدأت وانا عندي تقريبا 11 سنه. اوكي. كتبت اغنيه، بس هي يعني ما كانتش اغنيه قوي، بس كنت بداية يعني ليا. بصراحة يعني استوحيت الموضوع ده كله من أخويا، عشان هو أكتر بيكتب أغاني وكده. فأنا حسيت أن أنا عايزة أعمل زيه، وبدأت أكتب أغاني يعني. وبرضه كان غربي.
غربي. يعني انا كان عندي محاوله فاشله ان انا اكتب اغنيه عربي. يعني انا اول ما لفتها كنت شايفه بقى عملت بقى موضوع وكده, وجبت بقى مامتي وجبت اخويا قلت لهم اقعدوا اسمعوا بقى الطرب, وقعدوا مريم يعني وبلموا بقى وانا مش فاهمه بقى, بيقولوا لي تحفه. انا بقى عايزين يشجعوني لسه 12 سنه. بس هو لما كبرت بقى فهمت ان الاغنيه كانت فشل يعني. واجهوكي بالحقيقه ماريا فاكره هم ما قالوليش لحد دلوقتي يعني. انا اكتشفت بنفسي لا انا خدت بالي, انا افتكرت الاغنيه اصلي وجربتها قلت ايه ده مش معقول يعني. انا كنت ماشي كويس اللي حصل بس يعني حاسه ان العربي يعني هي برضو موهبه يعني. شايفه ان يعني انت موهوبه في حته معينه. انا شايف انا مش شايفك بتغني غير كده دلوقتي, فاهمه الفكره ماشيه ازاي؟ بس برضو تخيلي بقول لك مثلا ايه, غني مثلا يعني اقول لك غني مهرجان هيطلع ازاي؟ هيطلع يعني حاجه كوميديه فاهم يعني, هيطلع بحاجه فيها ضحك شويه. ليه؟ طبعا مش بقلل من الناس بتعمل كده, بس انا بتكلم ان هو كل واحد بيليق عليه منطقه معينه. انت ربنا خالق فيك موهبه في جزئيه, انت الجزئيه دي عارف ازاي تنميها جواك وهي لايقه عليك بامكانياتك بصوتك بشكلك بالزبط. بكل حاجه. فهي كل واحد ليه منطقته. انا شايف ان المنطقه دي ناجحه فيها جدا جدا. شكرا. وحاسس كده من البيت عندك طالعين بباند يعني انت واخوك شركه انتاج عاملين شركه انتاج صغيره شركه انتاج عاديه كده دي حقيقه. طيب ماريا عايز اسالك سؤال. يعني انت دلوقتي ما شاء الله بتغني وبتعزفي حلو جدا, وده اكيد ناتج سمعي من اللي انت بتسمعيه طول حياتك. انت بتحبي تسمعي لمين اكتر؟ ولو تسمعي عربي تسمعي ايه؟ ولو بتسمعي مثلا مهرجانات بتسمعي مهرجانات ولا لا؟ ايه اللي بتسمعيه في العموم؟ انا بسمع فعلا حرفيا كل حاجه بالنسبه للانجليش يعني. بسمع جاز, بسمع بلوز, بسمع بوب, بسمع كل الكلاسيكس طبعا عشان دي اساسا اساس الغنى يعني بالنسبه لي. اكتر حد بحبه هو ألفيس بريسلي في القديم, وفي الجديد دوا ليبا. انا بموت في ألفيس يعني بجد بحبه قوي. بس في العربي بقى بسمع عمرو دياب طبعا, انا حافظه كل اغانيه. انا بس انا مشكلتي ان انا عشان انا عارفه تقولي طب سمعيني قبل ما سمعيني حاجه كده عايزين نتصفح عايزين نتصفح عارفه الجو هي مش دافعه اشتراك العربي النهارده, مش مجدده الباقه بتاعت العربي النهارده. اي حاجه طقطوقه. طيب هو فين كده؟ انا مشكلتي ان انا لسه ما دخلتش كدراسه يعني في غنى العربي. هو ليه موضوع كبير كده غير الغربي, انا ما دخلتش فيه قوي. انا بدات بس انا يعني مش بحب اصلي اعمل حاجه انا مش شاطره فيها قوي. باخدها بهدوء, باخدها واحده واحده نوصل زي ما نوصل. بس لو انت بتدندني حاجه يعني اكيد مش محتاجه ان انت تدري اكيد عشان انت خلاص ده هيبقى احترافك وكل حاجه. اكيد الدراسه هتبقى مهمه زي ما انت بتقولي, لكن وانا قاعده كده بدندن, لو ماريا قاعده بتدندن حاجه عربي ممكن تدندن ايه مثلا؟ الفنان عمرو دياب. دا دم دم دا 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 دم ده على فكره ده سؤال بطريقه تانية عشان او بتدندن ايه عموما يعني؟ مش هقول لك بقى غني لنا حاجه عربي يعني. ادندن عمرو دياب ممكن, بحب قوي اغنيه عكس بعض. ممكن الجيتار نقعد ندندن مع بعض. على فكره انا صوتي تحفه, انا صوتي بقى نشاز. طب سمعنا بقى. بص بقى هنا بترضاله فسمعينا حاجه احسن لك بسرعه. سمعينا حاجه على الجيتار او من غير جيتار عربي يعني؟ ممكن عربي اللي انت عايزاه يعني. أوكي. اللي انت حباه او دندنيها اصلا. طيب عايز تقولي ايه غير العربي؟ طيب مش لازم عربي, ممكن نقول ايه؟ ممكن اللي انت محضراه إيه؟ مفيش مشكله, ممكن اي حاجه ممكن. النهارده هو اليوم ال 25 في التحدي اللي انا عاملاه على انستغرام. اوكي. طب نوضح للناس ايه هو التحدي ده يعني؟ القصه يعني نحكي القصه الاول عشان احنا ايه, يمكن في ناس متابعه. أوكي. وفي ناس مش متابعه. اوكي. فنحكي التحدي عباره عن ايه. ماشي. هو التحدي بدا ان انا من اول شهر 7 قررت ان انا كل يوم لحد اخر الشهر لمده 31 يوم هعمل اغنيه من اغاني الناس اللي متابعيني المفضله. ده مجهود جبار عموما يعني. يعني ما شاء الله يعني مجهود جبار. لا انا اي حاجه بصراحه للناس اللي متابعيني يعني بيطلبوها مني انا بتحب بعملها كل حاجه معاهم. لا بحب طبعا التفاعل وكده, انا اقرب لهم هم يقربوا لي يعني. وتحفظي الاغاني اللي انت مش حافظاها والكلام ده؟ في اغاني ما بكونش لسه عارفاها وبخش اسمعها وكده. طبعا هم برضو يعني جزء كبير, هم علموني برضو حاجات. اكيد يعني خدوني برضو في حته تانية وكده. فبس ده تحدي.
هو تحدي بجد يعني. ففي حد كان عمل لي كومنت يعني اغنيه، وانا حتى بعت له قلت له ان انت اخترته ده صح، انا عجبني اختيارك، ووعدته بقى ان انا هعملها له. ف ماشي نعملها؟ نعملها. هو طب يعني اسمه ايه؟ طب نفرحه على الهوا هنا، مش فاكره الاسم. لا مش فاكره، غالبا احمد صاحب الاغنيه، اسم الاغنيه يا احمد يا ابو حميد. انت محظوظ يا احمد. انت اللي اغنيتك طلعت على على الهوا. يلا بينا يا اغنيه هاديه برضه. الكورد اللي بيقفل لو شكرا اديتنا الكورد بقى بتاعها. احسنتي احسنتي يا ماريا، وطبعا ابو حميد المحظوظ اللي اتغنى له اغنيه على الهوا ده يا هناك يا سعد. طيب ماريا، كلمينا كده برضو على ازاي بتنمي مهاره الغنى والعزف. هل مثلا بتتمرني، ولا انا خلاص شاطره وبعرف اعزف وبعرف اغني فخلاص الموضوع في حد هنا؟ يعني برضو عرفينا، هل مثلا المزيكا سهله ولا لازم محتاجه تدريب، وايه اللي انت بتعمليه؟ لا هي طبعا المزيكا برضو زي اي علم يعني ليها بيسكس، في اللي هو ميوزك ثيري دي انت مش محتاجها عشان تكون مغني شاطر، بس انت محتاجها عشان تفهم انت بتعمل ايه. فطبعا هي ممكن تروح فيها لبعيد كتير قوي، يعني انت بتختار انت عايز تروح لحد فين. بس طبعا كل ما تتعلم اكتر كل ما احسن. فالتعليم في الغنى او الموسيقى عامه مش بيقف، هو بيكمل على حسب بقى الشخص هو عايز يروح لحد فين. فالتدريب لا مش بيقف. بالنسبه لانا ازاي بدرب نفسي يعني ايه؟ عادي انا قادر على الله. انا بدور يعني لما بسمع مغني جديد لسه طالع او حد بقى مشهور او كده، دايما بيكون عنده حته زياده، لان كل حد بيبقى عنده زي السيجنتشر بتاعته او الامضه بتاعته مميزه في البصمه بتاعته في الغنى. فانا بحاول ان انا اتعلمها عشان ازود لنفسي تكنيك جديد او حاجه جديده وبس. طب يعني الجيتار انت ما شاء الله عليه هايله جدا، ايه تاني بتلعبي؟ ايه تاني برضو من الالات؟ بعزف بيانو. هو بيانو اول حاجه اتعلمتها خالص، عشان عموما لما حد بيبدا مزيكا يا بيبدا على جيتار يا اما بيانو. انا اخترت البيانو. فبيانو جيتار ويوكليلي. يوكليلي ده صغير، هو شبه الجيتار، البيبي بتاع الجيتار. صغير عارف. هو اربع اوتار. بجد؟ دي حقيقه؟ طب انت ما شفتيش الفنان؟ انا مطرب والله، بس انا بقى شرق. اوكي. سبع صنايع برضو. مطرب ومذيع وممثل كده قبل ما اجيبه مذيع. طب كان ايه اصعب آلة بالنسبه لك يعني اتعلمتيها بالنسبه لكل دول؟ ممكن الجيتار، لان انا اتعلمته وانا كبيره، انا لسه متعلماه من حوالي 3 سنين. ولكن البيانو انا حتى مش عندي ذكريات قوي وانا ببداه، لان كنت صغيره قوي. اليوكليلي هو شبه الجيتار، فما كانش في فرق كبير، فاعتقد الجيتار يعني. صغنن كده. هو صغير، هو 4 اطار. مفيش فايده في ايديا. وصوته منمنم، جيتار منمنم كده، صوته رفيع قوي. طب انت مثلا هل في طموح تلعبي اله تانية او تتعلمي اله تانية جديده، ولا زي ايه مثلا؟ ناي بقى نخش بقى عشان جيب الاله. نفسي اتعلم درامز قوي. الدرامز طبعاً. هو بشوفه من اصعب الحاجات، لان انت لازم تفصل مخك، ايدك اليمين على ايدك الشمال ورجلك اليمين على في قصه طبعاً. كبيره طبعاً. فانا نفسي اتعلمه يعني حاجه جديده، وهيضيف لك برضو مع طبعا مع الستايل بتاعك انت على ما اعتقد. ده مهم برضو، دي حقيقه، ده كويس جدا. اخوكي بقى او بابا. انا اخويا بيعزف فعلا درامز شويه. طيب ماشي، هايل جدا. طيب احنا بنختم معاكي، نسمع ايه قبل ما نختم معاكي بقى؟ يعني تقول لنا ايه؟ خلاص اقول لكم بقى، حضرتك كان نفسك هوتل كاليفورنيا، ممكن اعمل لك. سلام يا سلام، استاذ باجور هيفرح قوي ومش هيجيب علينا الكاميرا خالص. استاذ باجوري المخرج هو اللي كان طلبه، ومش هيقطع علينا بعد كده خلاص. باي باي. لا قول له مبروك للزمالك يقطع عليك. لا مبروك يا بابا. عايزين نروح هوتيل كاليفورنيا بعد ما ماريا غنيت، احنا عايزين نروح لها. يا ماريا بجد نورتينا واسعدتينا وسلطنتينا كده بالشرق بقى. بقى. انا اللي انبسطت قوي معاكم بجد بجد. انا يعني بحب اقول البرنامج اصلا، وبجد دمكم بجد خفيف جدا، انا بحب قوي يعني. نورتينا جدا يا ماريا، كلكم نورتونا. ايوه ده حقيقي. يا رب دايما كده من نجاح لنجاح، وان شاء الله جاي احلى وافضل. يا رب. ويحطك في مكان اكبر بكتير كمان. عشان هي تستاهل، تستاهل بجد. ميرسي، شكرا بجد. شكرا جدا ليكي. شكرا ليكم. مساء الخير. مساء النور. هنطلع لفاصل. هنطلع لفاصل معاكم. بعد الفاصل هنستقبل معاكم المستشار احمد فوزي والفقره القانونيه، خليكم معانا.
طيب ولسه بنكمل معاكم بقيه فقراتنا، وطبعا فقرتنا المعتاده الاسبوعيه معاكم الفقره القانونيه مع المستشار احمد فوزي، ولسه بنستكمل معاه بقيه كلامنا عن قانون الاحوال الشخصيه، وبالاخص يعني قانون الاسره يعني بالبلدي كده اللي هو كل ما بقى يعني يخص الصغير، وطبعا كمان بعض المشاكل الخاصه ببعض البنود الخاصه في القانون ده اللي ممكن نعدلها واللي ممكن نتكلم فيه معاكم بصوت عالي. واحنا بقى لنا فتره اهو الحمد لله يعني بنحاول بقدر الامكان نلحق ايه كل جزئيه كده علشان خاطر يعني اللي عنده مشكله فيها يكلمنا يقول لنا، واحنا برضو نحاول بشكل قانوني نوضح من الاستاذ احمد يعني اللي ممكن يعني يتم تعديله او بصوره اخرى، او ايه هي بعض الاقتراحات اللي احنا ممكن نتكلم فيها معاكم بصوت عالي. يا استاذ احمد اخبارك ايه؟ الحمد لله. طمنا عليك. الحمد لله يا فندم. كله كويس؟ كله بخير. طيب النهارده هناخد برضو من ضمن القانون يعني بعض الاشياء الخاصه بقائمه المنقولات، يمكن هي دي من اكتر الحاجات اللي البعض برضو عنده مشاكل فيها. اول حاجه عايزين نتكلم على قائمه المنقولات بقى، يعني نوضحها كده ببساطه، وكمان هي عباره عن ايه؟ حاضر. شوف ممكن يعني احنا خدنا اغلب الحاجات لعل صوتنا يوصل ونقول احنا متضايقين من ايه ونفسنا نشوف قانون الاحوال الشخصية الجديد فيه ايه. تمام تمام. قائمة المنقولات الزوجية دي انا يمكن لو تتذكر من 3 سنين يمكن كنت دايما حتى هنا في البرنامج قلت لا كل اب بيخاف على بنته يكتب قائمة منقولات زوجية، بس وجدت في الفترة كتير جدا ناس عندها مشاكل معها لدرجة ان دي متسببة حاليا. شفت الصورة دي شفتها متكررة الصراحة. ان في اولاد بيبوظوا رجالة بيبوظوا الزواج بتاعهم عشان ما يكتبوش قائمة المنقولات، بتوصل لا خلاص بعد ما يكونوا اتفقوا على كل حاجة يجوا عند طب اكتب يا ابني قائمة المنقولات، لا انا مش هكتب بتبوظ، فالجوازه بتبوظ على القصه دي. بتبوظ فعلا. وفي ناس تاني بتخاف تقول لك ايه يا وانا عشان اكتب كتابي واتجوز اكتب قائمه منقولات والشقه تروح وعفش ويمكن اتحبس ومصروفات، فلا احنا مش عايزين نخوف الرجاله من الجواز لانه ده ليه اثر سلبي برضه، يعني احنا مش عايزين نخوف ومش عايزين نظلم هو حد، فخلينا نتفق نوصل زي الناس نقول قائمة المنقولات الزوجية مزعجة جدا دلوقتي بقت سيف على الراجل. تخيل انت حضرتك قائمة المنقولات الزوجية زوجتك قاعد معاك في نفس البيت وترفع عليك جنحة قائمة المنقولات الزوجية وتاخد حكم ضدك وهي معاك لسه في البيت، كارثة طبعا. طبعا يعني 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 امر غير مستساغ منطقيا، سيبك هو قانونا سليم ملناش دخل، بس انا بتكلم لسه الحياة الزوجية يعني قائمة وممكن حد يعني بيحصل كتير اجتماعات. يعني مع الاسف اللي بيشوف الواقع العملي هو اللي بيخلينا بقى نشوف الدنيا شكلها ايه بجد. لا كتير جدا رجاله بتبقى عايشه في نفس البيت ومراته بترفع عليه جنح التبديد. تخيل. فهو هي يعني الصوره ليها امر من الاثنين. انا وجهه نظري تشريع قانون الاحوال الشخصيه لقائمه المنقولات الزوجيه ملوش علاقه بيها، لان يعني هل ده منفصل عنه ولا هو جزء من القانون؟ لا، قانون الاحوال الشخصيه لم يتطرق لقائمه المنقولات الزوجيه اصلا، ملوش علاقه بيه خالص. قائمه المنقولات ملوش علاقه بيه. وعشان كده حتى قائمه المنقولات الزوجيه لما النهارده بتنزل الوحيده في النزاع الاسري اللي بتنزل جنح قدام المحاكم الجنح، خارج اختصاص الاحوال الشخصيه، ملهاش علاقه بالاحوال الشخصيه. ولذا مثلا اديك مثال، واحدة تيجي تقول لك ايه قائمة المنقولات لو اتطلعت خلع، لا قائمة المنقولات زي ما هي، يعني واحدة اتخلعت تمام يعني والخلع يعني انها ما بتاخدش لا متعة ولا عدة ولا مؤخر. قائمة المنقولات الزوجية ملهاش علاقة، اللي هو زي بيقولوا بتبري متهيألي او اللي بالظبط يعني طلاق على مال او بتفتدي نفسها بالمال. اي مسمى يعجبك حطه مش بقصة تمام، ولكن قائمة المنقولات الزوجية بعيدة كل البعد، خلع قائمة المنقولات الزوجية تقدر الزوجة ترفعها وهي ما زالت على ذمة جوزها. هي شبيهة شوية يعني لو جينا نفكر فيها، هي شبيهة شوية بفكرة الشيك، بفكرة الإيصال الأمانة. هي كده، هي ماشية في الإطار ده، ماشية في الناحية دي اللي هي شيء معين أنت مضيت عليه. هنقول فكأن يعني هنقول نفس الشكل يعني هنقوله للناس. تمام. فأنا وجهة نظري إذا اضطرينا لوجود قائمة المنقولات الزوجية تمام، تنظرها محكمة الأسرة وتنظرها في إطاق أو في نطاق
دعوه استرداد، وهذه الدعوه موجوده. اللي ما بيبقاش معاه دعوه قائمه منقولات زوجيه ما بيكتبوش قائمه منقولات زوجيه، بنقول له لو معاك فواتير انك اشتريت عفش باسمك الزوجه قدميها والمحكمه بتديك العفش. طب ما نكمل كده. هو سؤال، هو كده ايه المشكله؟ يعني انت حضرتك كنت بتشتري عفش، اكتبي العفش باسمك. بس برضه هنا يا استاذ احمد، يعني احنا لو بنتكلم دلوقتي على القانون، احنا لو بنفكر فيه دلوقتي هو بيتم على الناس اللي لسه يعني هتتجوز الفتره اللي جايه، ممكن ده يتم عليهم. لكن ممكن بعض السيدات دلوقتي المتزوجات برضو من فتره كبيره 30 40 سنه، وبيحدث برضو يعني كتير طلاق وانفصال كتير. فانا تقول لك انا اجيب لك فواتير منين، او هعرف ازاي يعني اجيب الحاجه اللي تثبت ان دي بتاعتي او مش بتاعتي؟ خليني اقول لحضرتك احنا بنعدل، فانا مش هقدر. ما هو برضو انا بعدل، مش عايز يعني كان اللي فات مات، او اللي هو اللي بالنسبه لي القديم كله بالنسبه لي ملوش لازمه وابص بس للجديد. لا، انا برضو عايز احط المنطقتين مع بعض، اعمل دنج ما بين القديم والجديد. تمام، هيحصل ده. بمعنى ايه؟ بمعنى انت النهارده نسبه كام في الميه من الجوازات الجديده اللي بتبوظ، ونسبه كام في الميه من القديمه بتبوظ؟ طبعا الفرق شاسع كبير جدا جدا. تمام، انت النهارده اي قانون مش هينفع يتطبق عليك لو انت ما كنتش في ظله بتخدم الشيء اللي انت بتعمله. فاحنا خلينا نقول ايه، قانون الاحوال الشخصيه لما هيجي يعدل مش هيعرف يقلب القايمه. يعني جميع المطالبين في قانون الاحوال الشخصيه ان القايمه ما تبقاش فيها دعوه حبس، انا متفق معاهم. بس بس, إيه؟ بس ما يبقاش فيها حبس، يبقى ايه البديل؟ يبقى دعوه الزام مدنيه عاديه خالص، بالزام مثلاً؟ الزوج، لا بالزام الزوج بدفع، بالزامه برد المنقول او بدفع قيمته. طب لو ما ردش المنقولات هيحصل ايه؟ هتجيلك، هقول لك لو عايزين نعدلها، بس احنا مش هنعرف نعدلها. تخيل بقى ليه بقى؟ هقول لك ليه، لان زي ما قلت لك هي قانون احوال شخصيه وانا موافق عليها، يعني انا مش ضدها ومش ضد الصوت اللي بينادي بالغاء قائمه المنقولات الزوجيه. بس هي قائمه المنقولات الزوجيه مش جوه قانون الاحوال الشخصيه، هي جوه قانون العقوبات 341، ماده 341 من قانون العقوبات. كل من بدد شيء، عندنا خمس عقود لعقود خيانه الامان، اللي هي عقد الوكاله، عقد عاريه الاستعمال، عقد الرهن، عقد الايجار. تمام، دي العقود اللي حضرتك إذا وجد عقد منهم، عقد الوديعة العقد الخامس، إذا وجد عقد منهم تمام أصبحنا قدام عقد الوديعة اللي هي إيصال الأمانة؟ الوديعة لا، مش إيصال الأمانة، مختلف عنها؟ ماشي تمام. إيصال الأمانة يخضع تحت عقد الوكالة، الوكالة أو تحت عقد من عقود الوكالة. ليه؟ سلمك شيء، سلمت أنا أحمد فوزي أستاذ أحمد فاروق مبلغ قدره كذا لتوصلهم للأستاذ فلان. تمام، فأنت كنت وكيل بلا أجر. تمام، فهو عقد من عقود وكالة. الوكاله برضو فرصه نقول. والجزئيه الاخيره دي خاصه بايه؟ الوديعه. عقد وديعه، انا اودعت شيء عندك، اديتك وديعه، اديتك ساعه، اديتك فلوس الزوس، اودعت عندك شيء، عقد من طرفين يثبت هنا بعقد الورقه برضو مكتوبه، مكتوب ان انا استلمت انا احمد فوزي من السيد احمد فاروق ومبلغ وقدره، او وديعه عباره عن ساعه. تمام، او اي شيء ده. تمام، تمام. عقد الايجار، ااجر لك منقول، يعني انا اجرت لك عربيه. وده الحاجه الغريبه برضو اللي الواحد بيستغرب لها، ويلاقي اللي بيشتغلوا مش فاهمينها. يعني مثلا تروح تاجر عربيه من واحد يكتبك شيكات بثمن العربيه، صح، او ايصال امانه، او ايصال امانه. طب يا ابني ما هو ايصال الامانه ده ايه؟ ما انت اصلا عقد الايجار بتاع العربيه ده عقد من عقود الامانه الخمسه اللي اسمه عقد الايجار، اجرت لك منقول لاستعماله. هو هنا بيقول انا بثبت وبقاوم موقف القانون خالص. ده عقد الايجار ده عقد محترم جدا، يدخل ضمن خمس عقود الامانه. ما انا عارف، بس هو هنا البعض ممكن يقول لك ايه لو حد عمل حادث، حد هو المشكله ما برضه بيستغل عقد. انت لازم ترجع لي العربيه طرفين، او ترجع لي ثمنها. ولكن بنفاجئ ان الناس ما بتعرفش المعلومه دي، يقول لك ايه ده، يعني ده عقد ايجار. اي يا سيدي، ايجار منقول، ايجار المنقول يعد من عقود الامانه الخمسه، زي كانك كاتب ايصال امانه بالظبط. ايصال الامانه يخضع تحت عقد اسمه عقد الوكاله، عقد الايجار ده يخضع تحت عقد الايجار.
هتيجي تقول لي طب والشقه؟ اقول لك لا ده عقار مش منقول. حاجه مختلفه. انت بتاجر لي شقه ده عقار. طيب عشان ما ندخلش جنائي قوي ونغوط في الحته دي احنا عايزين نرجع تاني. طب امال قائمه المنقولات دي اسمها ايه؟ عقد عاريه استعمال. يعني انا سلمتك المنقولات بتاعتي دي عشان تستخدمها وترجعها لي لما اطلبها. يعني الزوجه بتسلم الزوج المنقولات عشان يستخدمها ولما تطلبها يرجعها. هو ده عقد عاريه استعمال. تمام؟ فاذا انت لما هتيجي تصحح في قانون الاحوال الشخصيه تصحح فين؟ ما انت ما عندكش نص انك تصحح فيه. الزحمه برضو هنا يعني اكيد برضو هنا في بعض السيدات بيكون ليهم كل الحق في الموضوع ده وهم دايما معاهم الحق في بعض الاجزاء الواحد بيقراها كده ويشوفها او بيسمع القصص بتاعتها بيراعي ظروفهم في الموضوع ده جدا ويقول لا هم عن حق يعني في القصه دي. لكن هنا بعض الرجال وبعض الاشخاص الاخرين يعني يقول لك ايه انا كده حياتي كلها او من الاخر بجيب واعمل واسوي وفي الاخر بلاقي نفسي حتى الحاجه اللي المفروض الخاصه بيا مش موجوده معايا من الشقه من الاجهزه من العفش من كل ما هو بقى يعني كان في ايدين الراجل مره واحده اتسلب منه. طبعا هو رايح لمصلحه الصغير بس هنا الرجاله بيفكروا قائمه المنقولات الزوجيه مش مصلحه الصغير مش بتكلم عن المنقولات الزوجيه بس بتكلم طب بس انا عايز اقول لك على الحته دي الحته دي مهمه قوي فضل. انت اللي فتحتها بس قبل ما انساها انا ماشي تمام قائمة المنقولات الزوجية دي للأم تمام هي الأم لو خدت قائمة المنقولات الزوجية تقدر تطالب الأب وهي متطلقة إنه يوفر للصغير أدوات معيشة دي نفقة دي مختلفة لا دي أدوات سرير وكنبة وتلفزيون وقلة وبراد والكلام كل اللي أنت عايز تقوله دي ملهاش اسم في النفقات؟ لا أنا ليه بقول لك كده؟ عشان ما فيش واحده معانا سمعانا النهارده تقول لك ايه ما انا خدت منقولاتي هفرشها للولد لا دي بتاعتك دي خاصه ليها هي دي بتاعتها هي لكن هي تقدر ترفع على الاب وهي واخده قائمه المنقولات الزوجيه تمام انا مش عايز الرجاله تكرهني تمام تقدر ترفع على الاب وهي واخده قائمه المنقولات الزوجيه ما يسمى تهيئه مسكن زوجيه لان الاب ملزم انه يهيئ المسكن الزوجية للصغير بما يتلائم مع معيشته من تلفزيون وتلاجة وغسالة و و حياة معيشية يعني فإذا ده في حالة الزواج في حالة الزواج والطلاق هنا ممكن السيدات تحصل على المنقولات لا يعني ايه في حالة الزواج عشان ما يعني هي لو متجوزة لسه ممكن تطلب ما بيحصلش ده يعني ده موجود لا. بس ده لسه متاح او موجود ماشي مش ده بيحصل ما بيحصلش عمليا ما حصلش ما شفتوش هل في القانون بيمنع ذلك؟ لا ما يمنعش بس يبقى موجود منعش. بالنسبة لي لما القانون نصا كده يقول ان هو مش موجود خلاص تمام يبقى احنا بالنسبة لنا كده الموضوع تمام. مقفول هنا في حالة الانفصال سواء كانت ام او غير ام ليها قائمة المنقولات الزوجية مظبوط كده؟ هي قائمة منقولات ملكها أم أو مش أم يعني بالزبط. هي ليها زوجة زوجة مالهاش صغير مخلفة ما عندها عيال ما عندهاش عيال قائمة المنقولات الزوجية مستقلة تماما تقدر ترفعها وهي زوجة تقدر ترفعها وهي مطلقة تقدر ترفعها عندها عيال ما عندهاش عيال ده حاجة ملكك الأب كده أو الزوج عيني بيدخل يشتري المنقولات ويكتبها باسمها وهي تاخدها وترجع تطلع عينه وتاخدها تاني دي مشكله شكل القايمه بتبقى عامله ازاي يعني هنا كل واحد بيكتب اللي هو الخاص بيه اللي هو جابه اللي حدده وبيكتب جنبه السعر بتاعها ولا الموضوع بيمشي ازاي ولا هو كله رايح للزوجه شوف هي بتختلف من اسره لاسره يعني بتلاقي اسر تقول لك ايه او زوج يقول لك انا مش همضي غير على الحاجات اللي انت جبتيها يعني انت جبتي اوضتين انا مش همضي غير عليهم تمام وفي زوج ودي الغالبيه على فكره وده صح ولا غلط بيمضي على الكل هقول لك حته انا شايف اني كنت مع قائمه المنقولات لفتره كبيره لكن تمام. لما لقيت ان في عزوف وبوظان للجواز لا اصل قائمه المنقولات دي مش هي الاصل بالزبط. هي دي حمايه للحقوق ولكن لو هتتسبب في ان احنا نوقف جوازه و لا ما يبقاش ده الاصل الموضوع صعب فلكن هي اصلها جاي منين هو اصلا الزوجه في الشرع الاسلامي يجب ان تدخل بشنطه هدوم والزوج بيجيب كله مظبوط فالعرف بتاعنا
مشي على ايه؟ ان الزوجه بدات تساعد، بتجيب النجف وبتجيب معرفش ايه وبتجيب ايه حسب كل اسره بالاتفاق ما بين الطرفين. ما ده العرف، العرف اللي العرف اللي موجود، العرف يعني اللي ماشي في المجتمع برضو عشان توفيرا للرجاله ما عندوش. يعني انت بتلاقي الستات بتجيب الشقه مش عفش وبس. فالعرف اللي ساد وساد من ناحيه كمان شرعيه. انت النهارده المفروض انك انت كنت تجيب الحاجات دي للزوجه كلها، فهي ساعدتك وجابتهم، فاكتب انك انت استلمته. فهي ما فيهاش لخبطه، ما فيهاش حاجه وحشه، ولكن استخدام قائمه المقولات الزوجيه كسلاح على رقبه الزوج اصبح هو ده اللي بيهدد ان الشباب يعني يمتنع عن الزواج، ودي تبقى كارثه لو الشباب امتنع عن الزواج. هو هنا الشباب ابتدى يفكر يقول لك انا هتجوز عشان اخش في مشاكل بعد كده، هو ده اللي بيتقال. الاقي كل حاجه في حياتي ان انا يعني هو وجهه نظر بعض الناس لازم تحترم طبعا. طبعا. بيتسلب منك كل شيء، بس هو هنا احنا ليه دايما بناخد بالنهايه؟ يعني دايما ليه بناخد بالنهايات ان هي لازم في انفصال؟ بس لو احنا بنتكلم برضو بشكل عقلاني جدا ان هو فعلا في بعض الامور اللي موجوده هنا، ازاي الاب او ازاي الاهل هنا يضمنوا حق ابنهم او حق بنتهم؟ ازاي برضو الطرفين ما يبقاش حاسين ان هو مستغل؟ يعني ما يجيش يوم كتب الكتاب او يوم الزواج يمضي، لو ما مضيتش انا مش هوافق على الجوازه. بيحسوا برضو ان دي نوع من انواع لوي الدراع او اللي هي استغلال في وقت معين الضغط على الزوج. هنا البعض بياخدها بجانب مختلف، بيقول لك انا ما كنتش حاطط ده في دماغي، ما كنتش هعمل ده في يوم من الايام. خليني اقول لك بياخد اطار مختلف. شوف خليني اقول لك، يعني اي شيء اي شراكه بين اتنين لازم تبقى واضحه من البدايه. فالزوج النهارده اللي يقعد وما يسمعش التفاصيل تمام بتاعت ان هو هيكتب قائمه منقولات وتبقى التفاصيل واضحه، اوكي تم الاتفاق ده من الاول. ما تجيش انت لما كاتب الكتاب يكتب تخلع، يبقى انت يعني رجل. اتفاق من البدايه خالص طبعا، لو واضح طبعا ما عندوش مشكله، ما عندكش مشكله. لكن اللي بيتفاجئ بيه هنا يبقى الحل ايه؟ يعني يتصرف خلاص، يبقى ترجع لكل واحد وشخصيته. انت مش هتقدر تمسك حد، ولازم حسن الاختيار يا جماعه. صح. ما حسن الاختيار، ما احنا دايما مش زي ما حضرتك قلت، ليه فرضين النهايه السيئه؟ لا احنا مش فرضين ده، بس احنا متخوفين من ده. انت بتلاقي شباب كتير يقول لك انا ما اتجوزتش غير 3 شهور او 4 شهور او 5 شهور وانفصلت وراح كل حاجه. الشقه اللي جبتها وقائمه المنقولات بتهددني برقم كبير يدفعها، ده الاهل عن من كده. انت ممكن تبقى قائمه المنقولات في مسكن الزوجيه تمام، وهي فوق في شقته وهي واخدة تمكين بالشقة ومش عارفة تنزل كرسي من قائمة المنقولات، ورفع جنحة في المحكمة ويتحكم عليه وقائمتي فوق، دي كارثة. يا جماعة يعني يبقى لازم لما نحل لو هنسيب قائمة المنقولات ومش هنعرف نعدل في القانون بسرعة، يعني عشان أنا عارف وقتك تمام، لو مش هنعرف نحل ونسيب قائمة المنقولات زي ما هي في قانون الأحوال بقانون العقوبات تمام، يبقى تعال نقول ان الراجل من حقه لو حصل خلاف بينه وبين زوجته يطلب من النيابه العامه تمكينه من اخذ المنقولات الزوجيه، تاني يوم على طول يديها له. هتقول لي ما هي بتاعتها، يديها له هو، يديها له هو، لان هي المنقولات دي محطوطه في ذمته هو. فهو ايده ايد امينه تمام. الزوجه قالت لا مش هديها له، تمضي وقتها انها تنازلت عنها، ان استلمت قائمه منقولاتها يبقى الراجل اخلى ذمته. طب هنا برضو البعض الاخر ممكن لما بيحدث يعني ان هو خلاص مع القائمه نفسها بيجي يسلمها في الاسم التابع لكل منطقه سكنيه، ده مش شرط، بيبقى على حسب المنطقه التابعه ليه. لا لا لا، ده التسليم القائمه ده انت حسب بقى انت بتسلمها لحكم محكمه. لحكم محكمه ما بيبقى قرار في الاسم على ما اعتقد. بيتسلم في الاسم وساعات هنا بيتم استبدال بعض الاشياء. لا ما المحكمه لما تيجي تلاقي الزوجه قالت لا دي مش قايمتي، بتنتدب خبير يجي يبص يعاين يشوف هي دي منقولاتها ولا مش هي منقولاتها. فعشان كده اللي بيكتب قائمه منقولات يكتبها بالتفصيل عشان الخبير لما يجي ما يقولش اوضه نوم 11000 مثلا. لا يكتب اوضه نوم لونها كذا عباره كذا نوع الخشب عشان الخبير ده يقدر بس بيحصل برضو بهدله في القصه دي والحاجه بتبوظ والدنيا بتبقى فيها مشاكل وبتفضل في الشارع فتره كبيره. لا خالص، بعض الناس في ساعتين ثلاثه بتخلص. لا في بعض الناس بيحصل يعني زي ما حضرتك قلت كده، ممكن بيحصل بعض الاستبدال لبعض الاشياء طبعاً، وممكن متبقاش هي، فبيحصل ان هي بترجع تاني او بيحصل الامور اللي هي بنتفرع ليها. يعني مع ان كانت البدايه سعيده بقت النهايه حزينه، وكمان بتزيد اكتر فيها المشاكل اللي هي الجزئيات اللي هي المتعبه اللي بالشكل ده.
شوف يا احمد بيه، انت مش هتقدر اصلك تحط قانون يعالج 100%، هيبقى فيه سلبيات وهتبقى فيه شواذ القاعده وهيدخلوا وهتلاقي افكار جهنميه دخلت. بس المهم القانون اللي اتحطه او اشرع قانون يغطي مساحه كبيره من المشاكل. يعني انا عمري ما هشرع قانون، ده مش قران، ده قانون وضع بشر يصيب ويخطئ. تمام، مش هقدر اشرع قانون يقفل 100% من المشاكل. انا لو وصلت ان انا اقفل 70% من المشاكل، انا على فكره بقيت كويس قوي. يعني انا اامل ان لو قانون الاحوال الشخصيه الجديد عمل 60-65% غطى المشاكل اللي موجوده، ده يبقى انجاز محترم جدا. بس لازم يكون في حل وسطي في القصه دي، مهم قوي. حلك وسطي ان قائمه المقولات الزوجيه مبدئيا لما تترفع حد ادنى، لو هنسيبها نقول لها لا ترفع الا في حاله الطلاق، ما ينفعش واحده تبقى نايمه في البيت معايا وتروح ترفع، لا يعني ترفع الا في حاله الطلاق، وترفع وترفع بعد انذار الزوج بالتسليم. تمام. ويسمح للزوج باصدار امر وقتي، زي ما الست بتاخد امر وقتي بتمكنها من الشقه، اصدار امر وقتي يطلع يجيب عفشه. هي ترددت النهارده وصوت، هو ليه حاجه من الحاجات دي بتاعته هو كل العفش بتاعه ليه؟ ما في حاجه جايباه باسمها، لا كل العفش بذمته هو، ما هو المسؤول عنه. عظيم ينزل ياخده. هي قالت لا ده عفشي النهارده، تبقى هي نايمه فوق عليه ورافعه جنحه واخد حكم ومتمرمط والعفش مش معاه. بالظبط، ده ما ينفعش برضو، ودي من ضمن المشاكل اللي احنا بنتعرض ليها ونشوفها. طبعا مهم جدا برضو نتكلم فيها، وممكن نستكملها برضو الى حد ما، يعني جزء منها الاسبوع ان شاء الله. استاذ احمد دايما كنا من اهل الدنيا، ربنا يخليك يا فندم. شكرا جدا لوجودك معانا النهارده، قفلتنا كالعاده. الله يعزك يا فندم. وكده خلاص حلقتنا النهارده يعني من انبوكس خلصت معاكم، ويا رب تكونوا استفدتوا من الفقره القانونيه. بكره معاكم بقى الساعه 6:30 وانبوكس، استنونا على خير ان شاء الله. سلام.